السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ. إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي راه تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، أي حاجة جديدة نديرها توصلكم. نروح مباشرة للوصفة. وأنا بالنسبة للمقادير تاوعي عندي هنا كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر، عندي هنا كاس إلا ربع تاع الكاوكاو يكون مطحون مليح، عندي هنا 2 ملاعق كبار تاع المارغارين، وعندي هنا دقيق باش نلمو العجين، وعندي هنا 2 كيس تاع خميرة كيميائية. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم. هنا دروك جبت البول تاعي، غادي نجيب هنا المارغارين، غادي ندير 2 ملاعق كيما راكم تشوفوا. المارغارين تكون درجة حرارة المطبخ باش ما تغبنكمش، درت 2 ملاعق كبار، زيد هنا غير شوية بهذه الطريقة. دروك غادي نجيب السكر، السكر تاعنا. دروك غادي نجيب الباتير تاعي، الا ما عندكمش باتير تقدروا تستعملوا غير فوي ولا باليد تاعكم، انا فقط باش ما نطولش معاكم في الفيديو الاولى خلطه كيما هكا باش ما يطيحش عليا السكر. غادي دروك غادي نزيد الزيت وغادي نعاود نخلط، الاولى نخلط هاكا باش ما يطيرش الزيت كيما ندار. هنا دروك غادي بعد ما خلطت هذاك الباتر ديك الزبده تخلطت مليح، خلطوا كامل المقادير، قلتلكم تنجموا غير باليد تاعكم. دروك غادي نجيب داك الكاوكاو، تقدروا ديروا زوز ولا لوز ولا يعني يبقى عليه عندكم. انا داك لكم كاوكاو تاع هاد القلاليز، كوكو راه غالي برك، راني كل واحد وما يفضل. خلط مليح مليح هاد المقادير، دخل معانا الكاوكاو مليح. هنا غادي نضيف كمية من الفرينة، نزيد عليها الخميرة الكيميائية، زوج أكياس، وزن الكيس 10 غرام. هنا كما قلت لكم فاينه ما نشوف لكم شحال بالضبط، لكن العجينه ما لقش تكون يابسه بزاف. انا حطيت كميه تاع الفرينه، غادي نبدا نخلط هنا بالملعقه الخشبيه، تقدروا ديروا باليد تاعكم عادي. نخلط بهذه الطريقه، هنا خاصها الفرينه، نديروا بالتدريج باش ما تغلبكمش الفرينه ويتيبس لكم العجين تاعكم. تقدروا تزيدوا معها سكر فانيليا ولا قشور ليمون ولا يعني هكا منكه، تقدروا تزيدوا شاولا، ما ديروش منكه سائل ولا، ديروا يا سكر فانيليا يا قشور البرتقال ولا الليمون. انا غادي نكمل لمها بهذه الطريقه، غادي نزيد في الفرينه بالتدريج بالتدريج حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه. هنا عجينة شوفوا نشوفوها هاكا صاي، قلت نجمو ديروها كويرة، هنا مازالها تفتت معايا شوية صاي، مين تشوفوها دير لكم كويرة هاكا بهاد الطريقة، هنا تعرفوا بلي صاي راهي واجدة العجينة، ما يزيدولهاش فرينة. هنا دروك جبت الصينية تاعي نديرها منا، مش عارف نديرها منا صاي باش تشوفو مليح. دروك ها ولا العجينة تاعي، غادي نبدا ندير كويرات، كويرات ما يكونوش كبار بزاف ما يكونوش صغار بزاف، هنا شوية ما تكون شوية حكمة روحة. حط هنا الكويرات نبزهم هكا شوية، ندير هنا ثقب، هنا أنا على صغرتهم باش ما خاش ديجا نبدا ينحلو من بعدهم على بعضهم البعض. بعد ديجا درنا فيهم الخميرة، شتو درنا 2 أكياس تاع خميرة، باش من بعد نديرها هكا نحطوها. أنا باش نوريلكم التزيين تاعها كي غادي نزينها وندير الثقب، يعني عندهم ميزان بغاو الحبات حبه كيما حبه يديروا بالميزان، انا فضلت ندير غير هكا كيما الناس بكري يقول لك عينك هي ميزانك، ماشي مشروط ديروا حبه قد حبه، يعني المهم
تزين وكاع يجي شباب وصاي. والبنه البنه هي الكلش. يعني هنا شويه ونجيب بزاف بزاف بنينه نوري لكم ثاني الاسرار تاعها باش تتشقق لكم كيما راكم تشوفوني مبعد حبه على حبه باش من بعد ما يتنفخ ما يتلاصقوش مع بعضهم البعض. انا غادي نكورهم كاع كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ونولي معكم. انا هوال الصينيه تاعنا راني كملتهم شفتوا كي درت لهم دوك راهم تقب في الوسط. دروك غادي ندخلهم الكوشه. السر باش تتشقق لكم مغربيه تشعلوا ليها من الفوق ومن بعد عادك من التحت تشعلوا من الفوق على درجه حراره تكون متوسطه. من تشوفوها تشقت وكشغل تشقت مليح وبانت باغيه طيب صاي تشعلوا من التحت باش جيت تنشفها معاكم. هذا هو السر تاعها تاع الطياب تاعها. دروك انا غادي ندخلها نطيبها من الفوق ومن بعد من التحت ومن تخرجوها من الفرن ما تخربوش فيها تخلوها حتى تبرد مليح باش ما تفتتلكمش باش نوريلكم كيفاش نزينها. انا شوفوا غربية تاعنا راهي طابت شاولت الشكل تاعها شويه ما جاش مدور خاطرش انا كبرت الحبات ودرتهم في سني واحد عربيها من تفخت. يعني نتوما من الافضل قسموا الكميه تاع اللي درناها قسموها بين زوج سنيوات باش من تتفخ تبقى محافظه على الشكل تاعها. انا باغي نزينها غير بشويه تاع الماركسون درتها في هاد لابوش. هنا هي الغربيه تاعنا راهي واجده درت لها انا شويه تاع الكاوكاو من الفوق وشويه هذيك الشوكولاته يعني اختياري بقى لكم. صراحه جات بزاف بزاف بنينه. دروك غادي نهود لكم الكاميرا باش تشوفوا. هاي الغربيه تاعنا شوفوا تجي مشقه من الفوق ودي شابه شاورا الشكل تاعها كيما شفتوا قلت لكم انا كبرت الحبات ولصقتهم مع بعضهم بعض ابيها الشكل خسر لكن الشكل ما يهمش. انا المهم راني قلت لكم الصراحه تاعي قلت لكم باللي ديروها ديروهم صغار وديروهم في زوج سنيوات تجيكم شابه. شوفوا جات بزاف بزاف بنينه. انا ذقت حبه بنه تاعها روعه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ما تجيش قاصحه تجي ناشفه وتجي شابه تذوب في الفم. هذه هي الوصفه. دروك معليا نقول لكم ان شاء الله الى عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم تحت في الفيديو ما تبخلونيش بالطريقه تاعكم. ونقول لكم الى اللقاء والى وصفات اخرى باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.